تفضل يا احمد. بسم الله الرحمن الرحيم، رحبوا بالاعضاء تاع المنتدى وجميع من يشاهد هذا التسجيل. احنا يعني شعور تاعنا شعور يعني تقدر تقول عادي، لان هذا الشيء اللي حصل راه ثمره من ثمار الجهود اللي قمنا بها على مستوى هذه العامين ونصف ثلاث سنوات، اللي في بعض الاحيان كنا نطبقوا في منطق. كاين واحد العباره تقول اذا كان الانسان، مقوله شهيره، اذا كان الانسان يعمل ضد مصلحته الشخصيه فعليه ان يدرك انه وقع في الغرام. احنا الغرام اللي بينا هو غرام فريق شباب قسنطينه، اللي كنا في مده عامين ونص نخدموا في صالح الفريق وضد بالك مصالحنا الشخصيه، لكن كان الامل اننا نلحقوا النهار كما هذا. الحمد لله تمكنا من اننا ندخلوا في شراكه مع مجمع كبير، هو اكبر مجمع في الجزائر، وقدرنا نطبقوا قاعده اللي ما تقدرش تطبق في الرياضيات ولكن تطبق في علم الاقتصاد، وهي ان 1+1=3. واش معناتها 1+1=3؟ اننا شركه وهما شركه، كي نجمعوا بعضنا نخرجوا شركه جديده وهي فريق شباب قسنطينه. عندنا الماضي تاعنا اللي هو فريق عريق، فريق كبير ومدينه كبيره، وهما عندهم الماضي تاعهم اللي هو مجمع كبير بثقافه تاسيسيه كبيره وامكانيات ضخمه. وان شاء الله هنا المولود الجديد اللي بيناتنا اللي هو قاعد نقولوا 1+1=3، والعنصر رقم 3 شركه ان شاء الله ما تفزوج بزوال الرجال وما تاثرش بالازمات اللي مروا عليها، لانه راح ندخلوا في مرحله جديده اللي هي فيها تسيير بمستوى عالي واحترافيه كبيره، وهذا هو اللي راح يمد ان شاء الله الثمار تاعو للفريق تاعنا، وهذا هو كل ما كان يتمناه اي محب للفريق من الناحيه الماديه ومن ناحيه التسيير ومن ناحيه الافق اللي راح تكون في المستقبل ان شاء الله. المهم احنا حضرنا هضره في 2010، قلنا جميع من يامل بالنيه وباخلاص للفريق هذا، كما يقولوا من يتق الله يجد له مخرج. احنا الحمد لله اليوم لقينا مخرج، ومخرج ماشي من نافذه ولا، لقينا مخرج من ابواب كبيره اللي اننا سلمنا المشعل. كما لاحظتوا البارح العايب سليم وجدي سلموا المشعل للسي زرقيني والمسؤولين تاع التصيلي، وهذيك يعني رانا مدينا الفريق ايدي امنه بربي ان شاء الله. وحنا رانا مع الفريق كمناصرين وكمسيرين وكمساهمين، يعني ما كما كانت الصفه في المستقبل حنا رانا ديما من كما يقولوا في خدمه الفريق. وكاينه ثاني نقطه ناكد عليها، انه اننا اول فريق اللي تمكن انه يتم الاتفاقيه مع من الفرق الاربعه اللي كانت، على الرغم من انه كانت ديما فيها انتقادات وفيها بعض الاقاويل على مستوى الصحافه تقول بلي ان المسيرين ما عندهمش ليبينو كما يقولوا، ما عندهمش ارشيف تاع الحسابات، ما عندهمش وثائق تثبت الشيء اللي حدث في العامين اللي فاتوا. احنا الحمد لله هادو الناس جاوا بعثوا خبراء تاعهم ماديين كما نقولوا اقتصاديين وخبراء قانون، وراهم يعني شافوا الواقع اللي كاين داخل فريق شباب قسنطينه. ماذاش راح نقولوا، احنا رانا مطلقة يعني انا بارفي، مي مهما يكون رانا الستريكت مينيموم تاع لا جيستيون في لي نورم، شفافيه بكل كما يقولوا بكل مرجعيه، لقاو الاسس. وان شاء الله حنايا نكونوا سلمنا المشعل من فريق القرن، فريق العميد، الى شركه العميد في الجزائر، وان شاء الله نروحوا لابعد الحدود. شكرا. هي كما تعرف كما يقولوا بالفرنسي لابيتي فيا مونجو، دركا حنايا الانسان كما يقولوا ما مزيعطيو مثل تاع الشياب يقول لك بسم الله على هذه حتى تجي الاخرى. حنايا نبداو في كرة القدم ونمشيو ونديرو اسس ونطلقو يعني في، وكي نلقاو النتائج بربي ان شاء الله تخرج نتائج مليحة في مجال كرة القدم، الامور ولا كما يقولوا النشاطات الاخرى سواء رياضة جماعية او فردية راح تكون تحصيل حاصل للنتيجة اللي راح تخرج من تمكن الفريق من السير او التسيير بطريقة جيدة في فرع كرة القدم. نعطيها انايا
بصيفتي متحصل على شهادة ليسونس في إدارة أعمال، يعني نقدر ندخل في اختصاص ماركتينغ. نعطي جواب أنا نفرضه هو اللي يمد الخبر، هو المدير العام التحصيلي، وطلب نوضعوا ألوان تحصيلي في فريق شباب قسنطينة. أول التحصيلي ما عندوش الأزرق، عنده الموف وعنده لوفير فير اولي فير اولي ما فير اولي في حاجه كما عنده فير. نفرضوا مهما يكون، نعطيك انا مثال، هذه طريقه طبقوها كونيكا، هادو اللي يبيعوا مواد التصوير في 1994 باش يعملوا تملكوا فريق في امريكا باش يعملوا بيبليسيتي تاعهم تاع كونيكا. واش داروا؟ داروا نصف القميص داروا بالوان الطيف اللي هي الاحمر الاخضر اللي موجوده في الـ في الـ في الـ في, الـ في التقنيه تاع التصوير وتاع اخراج الصور، وضعوها في نصف الماء. حنا اسهل شيء نقدروا نطرحوه وما نخشوا حتى في نقاش، اننا نعطيو مثال الطرف الايمن والطرف الايسر تاع قميص النادي، هذا من هنا حتى نصفكم يحمل الوان الشركه بتدرج تاعها، ويحمل شعار تاع الشركه، ويعتبر انه منطقه بيقول ان ليو بور بوبليسيتي ني بلوس ني موا. درك حنا لما برشلونه تحط قطر فونديشن، هي في برشلونه بصح حط قطر فونديشن، ما عندناش مشكل. حنا ثاني كيما حطوا هذا هنا منطقه للاشهار، ما يهمنا ولا كانت تحمل اللون الابيض ولا اللون الازرق ولا لون اخر، اشهار كل واحد عنده راهو حر. غدوه جينا حنايا علامه تجاريه تقول ندير معكم اشهار وفيها الازرق ولا فيها الابيض، نقول انا حبسي حنا ما نديروش معك اشهار، ما كانش منها الوان الفريق وما الوان الفريق. لكن طلعت حتى حنايا لما انطلقنا في التغيير اللي كنا من قبل غير نركزوا على الاخضر والاسود، حبينا نضعوا لون جديد، لاحظنا باللي الانصار ماشي سنافير، انصار كما نقولوا الكليبيست الفرينو، حنا لما جينا نوضعوا لون اخر وضعنا اللون الذهبي دوري، لون ذهبي زدناه مع الفريق مع الالوان الاثنين اللي كاينين. كان تلاحظ المايو تاعنا تاع السنه تاع الاول ولا دائما الاخضر الاسود مع لون ذهبي. لون ذهبي اللي هو لون الفخامه ولون كيسه كما يقولوا من امام، كي تكون عندنا نتائج في الكؤوس ولا في بطولات دائما الفائز ديما يعطيو له حاجه ذهبيه. احنا رمزنا باللون هذاك لان نروحوا بلوس الالوان الذهبيه. بعد هذاك أعطيك مثال واحد اخر، حنايا لما جينا نضعوا الشعار تاع الفريق على الحافله اللي قدموها لنا فريق مجمع نجمه، واش وضعنا عليها؟ كاين ناس يقولوا سنافير، ناس يقولوا يعني علامات سمعنا تمعنا. حنا واش رحنا؟ رحنا وبليس قلنا اولاد سيدي راشد، حنا فريق هذا على قد ما يكون الامكانيات على قد ما نرجعوا للمركز تاعنا والثقافه تاعنا القديمه اللي هي اولاد سيدي راشد اللي كليبيس تاريخ فريق الصغر العريق، الالوان اللي تبنى عليها الفريق، فريق اللي هضرها البارح الرئيس العام اللي سطرك قال لك حنا لما جينا فريق شباب قسنطينه جينا لانه فريق عنده فريق الشهداء اللي كاين 48 ل 49 شهيد اللي يحملوا لا ليسونس في الفريق النادي الرياضي القسنطيني. وحنا الفريق الناس اللي مازال ما يعرفوهاش، حنا الفريق تاعنا يقول لك التاريخ تاعنا شويه ضعيف، حنا التاريخ تاعنا شويه ضعيف لان هادو الناس اللي تاسسوا في 59 و 58 57 لما طلعت شباب قسنطينه للجبل هما اللي جاوا لعبوا البالو، وهما اللي داو لاكوب الاولى ورا الاستقلال والشامبيون الثانيه والثالثه والرابعه. حنا خرجنا من ازمه اللي هي ازمه اننا فقدنا عزمه نملك من الناحيه البشريه في طور التحرير، باش بقاو الاطفال هذوك الصغار اللي يحبوا الفريق حتى ولاو نضجوا كبروا ولحق عليهم 78 68 69 70. عدنا طلعنا القسم الاول وتقريبا ندينا بطوله، ومن بعد جا لا ريفورم صرات ديكالاج جديد للناس كل يعرفوه. المهم الفريق تاعنا ديما مهما حنا رانا صغار ديما نشوفوا التاريخ تاعو، نشوفوا العلاقه ونشوفوا المعالم تاع التاريخ تاعو ما غيروهاش، اللي هي كنا نقولوا فيها الالوان تاع الفريق، الاسماء الحقيقيه اللي هي كليب ماهيش سنافر، اللي هي الصخر العريق اللي هي ولاد سيدي راشد، اللي هي دائما نبقاو ندافعوا عليها لاننا حنا في الحرب، حنا كمسيرين اللي سلمنا الامانه لهذا المجتمع رانا مثل هذاك اللي في الحرب يحمل الساريه. حنا في الحرب ما نخدموا ما نحاربوا ما نجاهدوا ما نديروا والو، حنا نهزوا العالم تاع الفريق نمشيو به الامام. العالم تاع الفريق ما يتغيروا لا الوان تاعو
ولا شعارات ولا تاريخ ولا تاريخ. طريق التسيير احنا فكنا نقولوا قلنا هذا المجمع اللي جا عنده تاريخ كبير وعنده امكانيات كبيره في التسيير في الماناجمنت، يعني ما راح يلقى صعوبه باش يسيروا الفريق، وراح يكون فيه مجلس اداره تكون اعضاء من المجمع واعضاء من الاداره الحاليه لفريق شباب قسنطينه، راح نخدموا في الصالح العام تاع الفريق. وهو كما يقولوا في الجمل الفيزيائيه، اعطيك ابسط مثال الصخر اللي مذكور في القران تاعنا وفيه عبارة كبيره، تتشوفوا جماد لكن في الداخل تاعو راه كاين قوى كبيره فيزيائيه قاعده تعمل تجاذبات ومد وجزر وهكذا، وهذوك هما اللي يحافظوا على الشكل الخارجي تاعو وعلى التماسك تاعو وعلى انه يدوم مع تغير الزمن ومع العصور. وحنا هذا هو اللي راح نطبقوه، انكم تشوفوا من برا بوتقه خارجيه، من داخلها ما يعلمه الا الله ومن بداخله، والنتيجه تكون في صالح الفريق. ان شاء الله نتفائلوا خير. بارك الله فيك سي حميد بوخزره ونشوفكم على خير. شكرا ان شاء الله فيك. رانا ساهمنا في تطوير هذا الفريق الكبير، وان شاء الله الى الامام وخير لقدام ان شاء الله. بارك الله فيك.